لحد اسمك موجود اليوم خاطر رفيقنا المعذره اخويانا 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 على انا قمت ابغيه اذا ما قدر ابغيه يقدر اسمع يا ريان احنا نبغى ناخذ بخاطر الرجال ونحسب له ممتاز اذا ما خالف خاطره ولا قدر الرجال اللي واقفين كيف نبغى نقدر لا ما نبغى ناخذ بخاطر ما نبغيه حصل بيننا وبينه حساسيه توصل الامور اسهل ما يتوقع ولد اسمع اسالكم بالله انا بزعل انت عارفني زين اسمع نبغى تاخذ ثوبك اللي عليك خير بالادب هم بالكلام اللي طيب انا اقول لكم انا لساني انا استحيت منه استحيت منه ما بلساني يتكلم بلساني حركاته انا فيصل الحازم حجر يوم جيتك برا وانت مسوي فقره ويقول انها خليت فكرتي وش قلت دعمتك ولا ما دعمتك دعمتك ولا ما دعمتك دعمتي انا يا حجر وسويتها بعدك بساعه ولا لحقني شكل شوف انا يا حشر الفا هاي ها انا اتكلم من نفسي حتى بصير معك مقدم مقدم كلنا بنفكر كلنا بنفكر هو قبلي يمك كم جيتك وش قلت لك يا الربع يا الربع يا الربع يا الربع والله اني معك صلوا على رسول الله اجلسوا زين اجلسوا زين قولوا لا اله الا الله اسمعوا قول لا اله الا الله وانا سالم دقيقه سالم ايش فعاليات ان كان الوضع وضعنا كذا الوضع الحين شفناه كذا ها طيب ايشكم سالم يدعي اذا سوى فعاليات طبعا مع اخوياه ما يحتاج ليه ما يطلعنا ليه ما يظهرنا ليش احنا ما زعلنا هذا الكلام ليش الحين المعلومه ليش رجال ذا لكن ابو رجال ذا دقيقه يا ابو عوض ابو عوض ابو عوض ابو عوض دقيقه ابشر بالسعد سم رجال ذا اقسم بالله العيال يا رجال ابو عوض ابو عوض دقيقه رجال ذا شكون ما زعل منك وهو له ثلاث ايام فعاليته موجوده في الاعداد وانت مسبق لها شكون ما جاء قال لي انت يومك انت ايش قلت له والله اني قلت يوم سيام مين ماسك ثلاث ايام وانا اشوف لوحه الرجال ذا اليوم في الفعاليات اليوم ثلاث ايام من قبل حشر انت حظك شايفها في المقلب نفسها والله العظيم شوف بلا عنا راح الفعاليه سال اسالك بالله دعمتك والله العظيم انه دعمتك قال يا حشر هل انا استحيت جيت بعدها بساعه ساعه وسويت فقرتي ليه؟ لاني واثق في نفسي. طيب اعلمك يا دقيقة يا سيف دقيقة والله العظيم دقيقة دقيقة انا بوصل المعلومة بدون تاخذ صوتي شوف استريح يا حشر استريح يا حشر انا اكثر واحد ادخل مع الرجالين واساعدهم في فقراتهم واقول لهم اشكرني عز الله فيصل فيصل الحازم ما هو عشان تعالوا امدحوني اكثر شخص ما يطلع في النور والله انه دعمني في ثلاث مسابقات من الرياض قالها ابراهيم عود قال فيصل ما قدم مقدم قال يا رجال لا تكلم لساني طيب قل له انا بقول لك حاجه انت رجال عندك الاسلوب وعندك الطلاقه تقدر تقدم ولا لا نعم هل بتخاطب على خويك اللي ما أي اول ما دخل هنا قالوا مقدم وش عندك انت وش موهبتك كاتب مقدم قلت مقدم انت شاعر نعم تخاطب علي يا ولا ايش تبي انت ما تدخل مساحه علشانك تقدر انا ادري انا اقدر اكتب لي خثاريت واجي واقول انا شاعر ولا اطلع بصوتي سالم جديع استعجل اسمع هيك من صالحه يمكن يجي لي اسمع عبد الله سالم جديع استعجل ويمكن لو انه اصبر انت غادي من صالحه وغادي الضوء مسلط عليه ليله كامله ما معلم منشدين اثنين ولا شاعر ومنشد وخذ قسمه لكن انه حركته ومقابله طيب أربعة تكلم يا أبو عبد الله بسم الله ولا سبك إلا بفداك جاء الكلام اللي حصل هذا ذا الليل كله واللغط ورفعت الصوت وتقاطع الأصوات والله ما ودنا به مرتوح نقاش تعرف عادي حصل يا أبو تعرفون إيش قصدي أنت سمعت الأمر الثاني حصل فيه كلام وجزئيات كلام أنا ما حبيتها لها معاني واجد مثل ايش ما هو بلازم اني افصح بها الامر الثالث كان الوضع نقاش ودي ولو فكرنا فيها بالعقل وبالمنطق وبالبصيره اكتشفنا انها مثلها مثل بالدور كلنا ميدين ذا اليوم بيقدم سيف الشعار عبد الله بن رقعان عبد الواحد بن عريج والمنشد شناء اسبوع وحتى انا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي طاقم كامل حتى ما هضم اسمع مني ما هضم حق احد ولا احد ان انهثم ولا احد ان انصفط انت بتطلع بس ارقب دور ركات اني بقدم وبسوي وبتنازل لا انا كان هي واقف على قول عبد الواحد رايك شنوب ها دقيقه بغسل انا احبها الله ان كان واقف على عبد الواحد بن عريق طيب فانا ما ابغاها خذ راحت انا خذ راحت والله انا ما ابغاها ولا طلبنا الله بالامسيه
هم اللي جاونا واختاروا المقصد الرجل. المقصد من القصيد كله، انا ما ابغى اتكلم ذا الكلام وشان ارى يسمع وعشان ما ابغى امدح الرجال في وجهه. المقصد من القصيد، القصيده بقدر اقولها في امكان، لكن المقصد من القصيد ذا الليل اني انجح في اقرا شنار. انا وياها اخويا، انا ويا عبد الله بالرقعان اخويا، انا ويا فيصل اخويا. اذا عنده فقره وما نجحتها ايش فايدتي؟ ايش فايدتي؟ اخرب عليه؟ اخرب عليه؟ ما انا بمخرب عليه. عبد الواحد نقطه قدمت طبعا انا عشان يكون على بالنا، والله ما ادري البث علينا ولا لا. سالم جديع اخونا. نعم انا اقول اسمعوا قولوا لا الله انا بقول شيء لبيك انا خلني اكمل حلو. حنا نتناقش عن فعل ورده فعل. سالم جديع اخونا قبل البث بعد البث قبل السالفه بعد السالفه مو بصاير شيء هذه خاصين منها هذا نقاش. احنا نتكلم عن موقف صار هذا شيء ما اختلفنا فيه. الحاجه الثانيه احنا حطينا يا طويل العمر ومن اول ما دخلنا ماشيين على حاجه الى انت هذه بدات تختلف اللي هي تحت الهواء. يا اخي شنار متكلم له يومين تونا نتناقش للحين وين الغرفه؟ اسلم والله العظيم ما في قصص سالم جديع هم يقول انا مسوي الاعداد قبل وينك ما سويتها من اول؟ والله العظيم لا سمعته ولا طلت. طيب ايش كم يوم سواها؟ يقول لي ايش كم اعلنها لنا؟ ايش كم ما تكلم؟ ايش كم ما علمنا؟ هو جاك هو جاك قال الفكره له؟ سمعت احسنت تمام. النقاش اللي على اساس انه نقاش وجانا فيه ابو طلال بياخذ ما في خطرنا واعداد وان نعد الحاجه هذه اللي بادرناه بعندها احسن. انا ما علي من اني احنا ادوار وليش ونبي قرعه ومدري ويش. ارضاء للجميع. انا يا شنار محلي ذا الليل فالانشاد اشحن. لا ما لا ما نعم 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 لا 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 اهم ما باخويا انا اقول لا اله الا الله. اهم ما باخويا اسمع شنار خلوا على النبي الله يرحم والديك قولوا لا اله الا الله عين خير ابو ماجد الله يرحم والديك. انا ما هو قصور مني ولا حاجة لكن أبي أوصل إن الأمر أسهل مما تظنون. عرفت كيف؟ والذي نفسي بيده إني ناوي إني أعطي الورقة رجال يقدم محل. أنا إني ماني ما هو قصور مني ولا أنا لا 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 أنا كأصلي بطلع وخوياي نصهم مؤيد نصهم لا 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 قول له أول حاجة أول حاجة إن علمنا البارح ما بحاصل يا شنار لا لا بحاصل الرب هذا 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 قرار يحترم الله يرحمه والديك ما احنا بحاضرين قول له لا 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 هيم شيء هيم يجي من السماء يا أبو فهد بتخليني تحكي بتخليني تحكي بتخليني تحكي أبو فهد بتخليني تحكي عين خير ابو شداد جعني من كيف لا لا قول له الله الرب الله يرحم والديك خليه حكي ولا طلعت خلونا خلوه يتكلم قول له الله انا بس يوم انها شديتها هي مين فكره جايه من السماء ولا حاجه جديده على العالم وين شعر مليون وين شعر الرايه وين كلها امسيات هي مين بشيء جديد وكلنا فكرنا في الحاجه ذي وكلنا فكرنا في الحاجه ذي الامسيات هي بسيطه هي بشيء ترى كلها كلها متوارده انت في مكان محصور كل شيء متوارد فانا بس يوم اقول لك انسحابي من الفقره هذه اليوم وان شاء الله انه بنشوف فكره بس اوصل انها بسيطه نعم هي مهيبه ما في انسحاب ما في انسحاب لا تكلمون شنار شنار اصبر انت والله ما حم سامحي لك مرت وحده انت سمعت ما بنزين الا بك نعم الكلام اللي عليه الكلام لا 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 خلاص ما هو قصور اسمع ما هو قصور في اخويانا الله يرحمهم ما هو قصور في اخويانا ولكن انت راعي الفكره انت راعي الفكره اسمع اسمع ما راعي الفكره لا لا خليني لا طلعني بالصوره دي لا طلعني انك اني انا منسحب ضعف لا طلعني انت منسحب لا 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 تقول لي ماني جاي الا ما لها طعم الا بوجودي عندي مبدا ما لها طعم الا بوجودي والله يجعلني بضعف والله يجعلني لا طلعني بالصوره دي اني انا اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة وطاقة